شعار الشبيبتين خلال هذه المواجهة كان تحقيق الانتصار وتفادي التعثر، فالنقاط أضحت ثمينة فيما تبقى من عمر الدوري. الثورة دخل المباراة من دون مقدمات تذكر، فلم تكد تكتمل الدقيقة الأولى حتى هز مرباح العارضة الأفقية لدوخة بتسديدة صاروخية. المد الهجومي الثوري تواصل كرة زيري باتجاه الزايدي الذي لم يكن تعامله مع الفرصة في مستوى التمريرة. المتألق زيري مرة أخرى يفشل أمام دفاع مستميت، ومرة أخرى سايح يراوغ المدافعين ويسدد من دون جدوى لتنتهي المرحلة الأولى على وقع البياض. النصف الثاني من المواجهة، وكما عودتنا الثورة في بداية الأشواط، مخالفة سايح لم تجد سوى رأسية بابيدي التي هزت شباك عز الدين دوخة معلنة عن أول الأهداف الثورية عند الدقيقة 50. رد شبيبة القبائل جاء عبر مخالفة ريال التي أبعدها جميلي خارج الملعب، وأضحت المباراة أكثر إثارة زيري يمرر باتجاه جاليت الذي فعل كل شيء أمام المدافع عاد التهديف أمام براعة دوخة. جاليت وزيري صار يفعلان كل شيء، تمريرات دقيقة وحاسمة، وزيري حمار من دون عناء يبصم على ثاني أهداف شبيبة الثورة عند الدقيقة 60 وسط حيرة واضحة من دفاع الشبيبة القبائلية. وفيما عجز رفقاء ريال عن الرد على الهدفين، تواصل الطوفان الهجومي لأصحاب الأرض الذين كادوا يضاعفوا الغلة في أكثر من مناسبة. وقبل النهاية بثلاث دقائق، ملك الرأسيات بامتياز المدافع بابيدي يرتقي فوق الجميع موقعا هدفه الثاني والثالث لفريقه. ثلاثية نظيفة وفرحة عارمة فوق المدرجات، ويبدو أن نسر الثورة بدأ فعلا في التحليق عاليا في سماء الرابطة الممتازة. Les garçons ont fourni des efforts pour se hisser dans le haut du classement. Selon nos calculs, il nous manque encore quelques points pour assurer définitivement notre maintien. J'espère qu'on sera capable d'aller le chercher à Constantine.